أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يبدع من يقول بأن جبريل عليه السلام أخذ القرآن من اللوح المحفوظ مباشرة؟ نعم نعم يبدع ويرد عليه. الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله له رسالة في هذا، رد على السيوطي الذي قال إن جبريل أخذ القرآن من اللوح المحفوظ، رد عليه برسالة قيمة، الجواب الواضح المستقيم في كيفية إنزال القرآن العظيم. نعم. صلى الله عليكم. جبريل أخذ القرآن عن الله سبحانه وتعالى، ما أخذه من اللوح المحفوظ. نعم.